نكارة مكذوبة نكارة يا مكذوب اتعافوا بي يا مكذوب يا مكذوب اسمعني كلم رشيد وحسين وسليم وناجي ولما تشبعوا كله بيجي اي كله بيجي يا عبد مدفوني خل تغلق وتروق جيبهم يا ولدي جيبهم حتى اكبروا التنتين جيبهم فعلا تطيح شفاها روح يا تو باش تعيط لولاد عمك وباش تكبرها على الحكاية فهمني بالشوية انا والله لا فهمت اش بجيبك التوماس تو مش طايح فيها روح على يعجبك اش بجيبك التوماس انت تو التوماس متساس راني موجوع يا سي العجمي راني تقلبت يا سي العجمي كيفاش يقلبك التوماس اما نعرفه خطينا ما هو الناصر هذاك متساس عيط التوماس اش بجيبك لي يعجبك هاك توني معناتها تقول بجيبك لي اخي مش يخدموا في السياحه هاي توني معناتها يوصلوا يقلبوا لي الانجليز لي عمري كامل بلاد نقلب فيها جو يقلبونا تو يا توا ترى يقلبونا الانجليز يا يوسف يقلبونا الانجليز يا توازن مش جايبك الانجليز باش يقلبوك انت مش جايبك ليه تصور لواحد مره قاوري جاي سايح لهنا والله العظيم بيع لام البويه بخمسة ملايين و200 وقت حطيتها على العنكوش مشي يتجانب كيما هكا ويخزر لي ام البويه صبتها يقلبوني ها يقلبوني تو وسع بالك فهمني تو والله لا فهمت الحكايه تو انت ما فهمتيش اش تدخل توماس في الانجليز فهمني توني قاعد في المطعم فيهاش حاجة فهمني الموضوع انت في قاعد في المطعم جات كار فيها 30 واحد انجليزي انجليزي اي حبوا باش ياكلوا في المطعم اخذوا وانت اش عندك في المطعم باش ياكلوا من عندك الانجليز تحديدك معي ما يفهمكش تكسير كرايب ولا انا نفهم ما فهمني الموضوع تو الانجليز ياكلوا عندك الانجليز يا ودي حبوا ياخذوا كار كابتن قرلو قدقه في المطعم انت يا محمد جاي تعاير فيه ولا جاي تطل علي يا سي العجب انا فهمني الانجليز كيف يا ودي خذوا ما عندي 30 كعبه شابات هذه كي الحكاية بيني وبينك راني حبيت نتغرس فيهم نعطيهم على الكروم تقريب هم أعطوك على الكروم هاي كيفاش هيك أعطيتهم كل شيء بعد ما أخذوا قداش حسبت لهم حسبت لهم كعبة حسبت لهم بخمستاشن ألف كعبة شباتي بخمستاشن ألف طلعوا 450 حتى هم إنجليز اضرب